السلام عليكم. يأتيني كثير من التساؤلات يا دكتورنا العزيز، هل أنا عندي مرض كلية أو لا؟ أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأمراض غسيل الكلية من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. ودائما عندما يأتيني هذا السؤال أنا أوجه السؤال لكم وأسألكم، هل عندكم أنتم أي واحد من هذه الأعراض السبعة التي ممكن تضعكم في خطر الإصابة بقصور الكلية المزمن؟ المرض الأول إذا كان عندك لا سمح الله الداء السكري، سواء النوع الشبابي المعتمد على الإنسولين أو النوع الثاني، أو إذا كان عندك ارتفاع الضغط الشرياني، أو إذا كان هناك مرض في القلب، عندك جلطة دماغية في وقت من الأوقات، فأنت في خطر الإصابة بقصور الكلية المزمن. إذا كان أي حدا في عائلتك عنده مرض كلية فأنت في خطر في مرض الكلية، وإذا كان هناك البدانة أو السمنة أو كنت من المدخنين والله يخلصك من هذه السيجارة والعادة السيئة، أو كنت عندك العمر أكثر من 60 سنة فأنت في خطر الإصابة بمرض الكلية المزمن. فلا تسألني هل أنا عندي مرض الكلية المزمن، اسأل نفسك هل أنت عندك أي عامل من هذه العوامل السبعة الذي يضعك في خطر الإصابة بقصور الكلية المزمن. طيب السؤال في الوقت الحاضر، طيب يا دكتور أنا عندي واحد أو اثنين من هذه العوامل، كيف أكشف إذا عندي مرض قصور الكلية المزمن؟ الجواب بسيط، تحليل دم لمعايرة مستوى الكرياتينين في الدم، وهذا التحليل يجيب على نسبة وظائف الكلية أو معدل الترشيح الكبيبي الذي هو نسبة وظائف الكلية 40% أو 50%. الرابط لقياس نسبة وظائف الكلية موجود في التعليقات في الأسفل. والتحليل الثاني الذي يجب أن تعمله معايرة البروتين في البول الذي ممكن تجيب لنا هناك أذية كلية أو لا. أرجو من الله أن يكون هذا الشرح المبسط عامل وحافز لكم أنه تسألوا أنفسكم وتعملوا هذه الفحوص البسيطة التي تجيب على السؤال، يا دكتور هل نحن عندنا قصور كلية أو لا؟ أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية من الولايات المتحدة الأمريكية.